بص يا ست الكل، لو مفكره شويه لخبطه الهرمونات اللي عندك دي مسببه لك مشكله في الحب، فانت محتاجه تسمعي قصه نتالي. نتالي من وهي صغيره كانت مامتها بتزرع في دماغها افكار سامه، زي مثلا الحب ده مش لينا، ده للفلات اللي لازقه فينا. كبرت نتالي وظهرت عندها مشكله تانية، ان الناس في الشغل بتعاملها على ان هي اوفيس بوي، يعني خد من البتاعه دي كلمنا الواد بتاع الاي تي يشوف الطبعه وهكذا. ولكن فضلت مشكله نتالي الاساسيه زي ما هي، لدرجه ان هي كانت معتقده ان زميلها في الشغل وهو بيبص لها مش بيبص لها هي، ولكن بيبص على الموديل بتاع بانتين. وفي الحاله دي بتلجا الصحبه لصاحبتها، وصاحبتها بتقول لها بتهزري انت جامده جدا، بس انت حاولي تفكيها شويه واديهم فرصه يتكلموا. ومع اول فرصه تديها لاول واحد طلع واخد من الاوغاد، وبطريقه كوميديه كده بتتسبب نتالي في اصابه ليها بتدخلها في غيبوبه، ولولا ربك ستر كانت راحت فيه. بتفوق نتالي بقى على دكتور وسيم جدا بيحاول يغزلها، بس هي بتعتقد ان هو مع الحرامي وعايز يسرق كليتها، وده بجد اتقال في الفيلم. بتاخد اي هدوم موجوده قدامها وبتخرج بره المستشفى، وبتكتشف ان كل الرجاله اللي بتيجي عينيهم عليها بتبدا تغزلها، لحد ما بيخبطها شاب وسيم بالعربيه، وبعد كده بيعرض عليها ان هو يوصلها لبيتها. بترجع نتالي البيت بتحس ان في حاجه غريبه، البيت مليان ورود والبيت اصلا متغير وكل حاجه مترتبه، ومكياجات زي ما انت عايزه تقولي قولي، وجزم وشنط وهدوم، فبتحس ان في حاجه غريبه. كل ده كوم، ولما رجعت الشغل ولقيت الناس بدات تحترمها حست فعلا ساعتها ان في حاجه غريبه. نتالي هنا ادركت ان هي فيلم رومانسي، وعشان تخرج من الفيلم الرومانسي اللي هي فيه ده لازم تخش قصه حب، وقصه الحب دي تنجح والبطل يقول لها بحبك فيقوم الفيلم من تاني. ما بتلاقيش قدامها غير الشاب الوسيم اللي خبطها، وما تسالنيش ازاي تقابله تاني، لان الاتيكيت بيقول ان انت لازم تديها رقمك بعد ما توصلها. واتس اب تو هير بقى، تتصل ما تتصلش دي حاجه ترجع لها. وزي ما احنا شايفين كده، نتالي بتقرر تطبق قواعد انثى الانسان الاربعون في موسم التزاوج عشان تقدر توقع الشاب الوسيم الجميل ده عشان تخرج من الفيلم الرومانسي اللي هي عايشه فيه. وبتنجح نتالي في الموضوع ده، والواد يعني بيعزمها على العشاء بكل طيب خاطر، ولو ان يعني شايف ان هي ما كانتش محتاجه قواعد انثى الانسان الاربعون في موسم التزاوج، وان هي كان المفروض تسيب القواعد اللي محتاجاها. وللمرة التانية على التوالي بتنجح نتالي ان هي تخلي الشاب ده يحبها ويعترف بحبها من اول لقاء. مش محتاج افكرك بقى ان انت لازم تعمل اشتراك على قناة اليوتيوب عشان تشوف المقاطع بدون حذف. نتالي بتبدأ تدرك ان الموضوع منفعش، لان هي حبته وهو حبها والفيلم مخلص، ولكنها هنا بتعتقد ان الغلط مش في الفكرة، الغلط في الشخص، يعني المفروض ان هي تحب واحد تاني، وطبعا هنا هتحب زميلها في الشغل لان اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. وفي حفلة من الحفلات بيبدأ زميلها يقولها قد ايه ان هو كان معجب بيها، وانه كان موهوم بيها، وانه كان بيفكر فيها ليل ونهار، بس هي كانت مسقعاله. ولكن يا فرحة ما تم، في وسط الحفلة بيبدأ زميلها ده يعرض الجواز على واحدة، والواحدة دي كانت الموديل بتاع بانتين. وما تسألنيش يتقابلوا ازاي عشان لما تتفرج على الفيلم هتعرف. وهنا بقى نتالي بتعقد العزم على ان الجوازة دي هتبوظ، يعني هتبوظ، فبتروح لهم وهم في نص القداس، وبتوقف القداس وبتقول بقاله صوتها ان هي بتحب. وبعد تفكير ثانيتين كده بعد كلمة بحب، بتبدأ تكتشف ان الشخص الوحيد اللي المفروض تحبه هو نفسها، وان هي عمرها ما حبت نفسها. طبعا الطبيعي دلوقتي ان انا اقولك ان ده كله كان حلم، وان الفيلم واقف عند الوغد اللي كان عايز يسرقه، لانه غير منطقي تماما يكون في بني ادم بيحلم حلم هادف زي ده. بترجع بقى نتالي المرة دي الشغل وهي عارفة هتعمل ايه بالظبط، يعني زميلها بيقول لها خد ارمي ده معاك، قالت له بس يا بابا. داخله للتانيه بتقول لها الطبعه بايظه، بتقول لها انا مالي انا مالي، مشكلتك يا ماما حليها بعيد عني. فاضل بقى زميلها اللي هو بيحبها من بعيد لبعيد. ولو فاكر برضو ان هي كانت قعدت فضفضت مع صاحبتها شويه كده، فصاحبتها عملت الواجب وكلمت الواد وظبطتها معاه، فصاحبها ده قعدها على مكتبه وقال لها بصي شايفه ايه من عنده. واخيرا بتكتشف نتالي ان هي تستحق الحب، وان في حد ممكن يكون بيحبها بجد، بس هي اللي مش مدياله الفرصه. ما تنساش بقى لو انت على الفيسبوك تعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تعمل اشتراك عشان مش كل شويه ارخم عليك كده.